وين هنا يسكن هنا يعني هو جينا الكل ليه كل على هنا. الصالون ليه ماكلة عندكم رخيصة شوية؟ وي وي كاين كلش ماكلة كاين كلش رخيصة شوية رخيصة وبنينة رخيصة رخيصة مليحة رخيصة وبنينة تاع سان دينيس يا اخي هكذا او فالونتاين ولا سان ديني مارشال سان ديني انت سان ديني هذا تاع الانزبرغ مارشال تاعنا انت مارشال تاني ايه مارشال سان ديني اما لابس الشابو كيما تاع مارشال بالكحل لا لا الشابو تاعو شوف كيفاش السيوفه فيه والعلامات ما كل مقاطعة عنده لبسة تاعها لا 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 الشابو باش يبينك بلي مارشال ايه قال مارشال يلبسو شابو كحل او تاعو الشابو تاع مارشال ماشي على لا كولور كحل على لي زانسين اللي فيه ايوا لانسين تاعو يبين بلي راك مارشال يعني راك شارك في الحرب ايه ثم اللي بري تاعكم لا نقصوا انا شوف البيرا برك شنو والله ما سمعتك واش قلت الشريف قال لك نقص لنا في البيرة ايه نقص لنا في البيرة شوف السوا نتاع الماكله هنا رخيصه وزيد بنينه كل ويشرب على روحك كما تخمم نجيبو بريمي فاهم نجيبو بريمي شوار دك تلقاها ولا تلقاها ستوك قديم دك حنا السلعة دك راك تعرف اي زادت السلعة شو حنا خدمة غير جديد ما تبقاناش السلعة فاهم زامي تاع سانديني راك تجي دقيقة تبولي تخدموها انتوما تكون صميمة وي زامي تنجم تفهمني فيلم هذا اللي راه يدور ولا لا؟ تنجم تفهم لي فيلم هذا اللي راه يدور ولا لا؟ شت هذاك الاول داخل في السيلون وي هذيك الزميل معانا هذيك عرفتها خاطر هو اللي جا حوص عليا من هو اللي جابني من والله حب الشادوك اللي كانوا في الفانهار حب يشري عليهم لا دروغ باش يطيحهم صح وي مي دار غلطه قد راسه على بالك وزاد حصلني مع خويا ولا فامي هذه تاعي انايا الغلطه اللي دارها جل عندي قال لي لا بغيت ربي يركب وراهم يبيعوا هنايا كي شغل ما فهمنيش ما فهمني والو من وصلنا ثم قابلنا داك الجيش هذاك قال لي درق الباج تاعك تما حتى شافوني درق الباج صعيب دونك انت ما لازم تروح تبدل لبسه ماشي غير درق الباج هاك تشوفه هاك تشوف الفيلم ورا هذاك الشغل هكا دروك راه حرق فاهمك مع الاول واه فوالا ما فهمني ما والو ليسونسيال حنا قال لنا كي كنا في فالونتاين قال لنا حنا رايحين تما بدك قال لنا بلي انا رايحين الفان هورد ولكن ما قالناش اش راح يدير فاهم ولا يعطيك نص انفورماسيون كيفاش راك رايح تخدم مع هذا نتايا انت بالك راه عطاك نص انفورماسيون انا عطاني الربع تاع انفورماسيون اسمع دوك نكملوا الفيلم زعما هذا مواطن عادي راه يبيع في لادروغ تاعو ايوا يا مبالي درت له هكا انا ايوا دوك لازم هذوك يروحوا لهم في الداخل في البوست شريف حوز وي دوك بروبليم المير راه هنا دير غلطه قدام المير ليسونسيال دوك نشوف كي ندير من بعد خويا انت بعثوا للحبس تقدر تبعثوا للحبس وي بعثوا للحبس او كش حاجه شهر المابا دي اللي واحد انت تلعبها شهر مي بدي اللي واحد نهار ولا يومين هذا ما كان فهمتك فاهم كي شغل غير باه ندير نقول الغلطه اللي دارها الفيلم اللي دار وي ما درتش حشي راح المير وقيلا لا لا المير راه بعد راه ليه دوك انا ندبر راسي دوك انا من بعد ريقلا اسمع اللي راه دخل السيلونا هذاك ثاني شريف ياك راح لانزبرغ لا راح لفالونتاين قال لهم بلي راني رايح للمدينه هذه تحتها باه يبيع بحال باه راح نبيع وبحال باه يبيع معاكم يتعامل معاكم انتوما في طعبة يطيحكم في بياج داك فاهم كيفا فهمت كنت شوف خويا دوك انت مارشال وانا مير هنا تاع المدينه فهمت وي ايوا انت ما نزيدش تستعمل خويا بزاف باش ما يسمعي في يقولش بلي عندنا داكو انا نظرك ريكلا انا نظرك اسمع هذا على اساس حب يجي لهنايا
باش يطيحنا احنا على اساس نبيعوا حوايج هكذا. فوالا كي شغل بغى يدير بيزنس معاكم في طبي يطيحكم في بياج. صح بصح حنا ما عندناش حوايج ممنوعين، حنا نخدموا غير ليسونسيال. انا راني نضرب على الجي كي شغل راني نبين له كي شغل راني ضدكم. فوالا هكذاك سي بون هكذاك وخليك مريقله اخويا مريقله. تهلا في مارشال كيفاش؟ سي بون اسمع سي بون درت له غرامه. اسمع اي خطره انا راني قنعته بهي ديال الكرامه وتروح ودرك درك المكحله هذه خاطر المكحله تاع لي شريف درقها ما يلقش يتحلبوا لك باللي شريف. اني من الصباح نضرب به ما يتحلبوش باللي انت شريف. او زيد كيفه حنا قاعدو من الفوق كاش ما كاين ضرب لنا اليرت نطيحوا منه صباح تضرب فيه هذا ما سمعتكش الله ما سمع. اوكي ضربته شكون اللي ضربته ما بترقش هذا هذا نص هذا نص بطاطا ما كاينش اللي ضربو حكمو حكمو ولاد الحاج وقيله ربطو وسي جاوا له صوالح انا ما ضربتش سنتش صحيت هاي مواطننا انا ما ضربتش هاي تقدر تروح تقدر تروح وجعل ربي ما نزيدش نلقاك هنا. ايوا الخطره الجايه على البيت كاني نربط الحصان ونطلقو يروح. ما كان حصان والو ها الكرافاطك تشوف فيها هاي وينها ها الكرافاطة. نربطو في الحصان تاع ونكركرو شويه في الرايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راك عمي؟ لاباس روحت عند بويك. كاين ها واحد واحد الشريف بغى يلعبها هايلاندر راك فاهم بغى يطيحكم في بياج ايه قد بو خاوتك ربطوه اصبر تشوف اصبر زرفي قلبت لوحده سيبو راني سمع شوف سمع عندنا 14.4 دولار غير تاع ديرتي فاهم وزيد شحال شحال يسقام الود الباكيت وود والماين شحال يسقام قلنا يسقام الباكيت الباكيت وود هذاك 20 حط سقامنا ب 16 خمسه حسبوا فيها ب 4 دولار خمسه صح الساز زيتو في الماين شحال الديموند ديال الماين 10 10 ب 0.8 حط صافي 8 دولار 8. واش نسقى منا الباكيت وحده 38 دولار فاصل 4 تما قلت 38 دولار صافي لا ماشي الباكيت الحكي على 10 حبات يخرج لك تما ايه تما تخربك شحال تما الحبه بشحال 3.5 3 3.84 تما بيعوا حنا اكتم جغم 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 ما صحاش مش عمي اروح خوف اروح ادر ادر من تحت لتحت الشريف اللي راه داخل في الصالون شريف هو اللي بغى يطيحكم في البيج اروح شوف وجهه واش فعل اروح خوف عمي ما عطيني عندك لامبوله كيما تاعي وامسح انت ردي نعطيها لك انت ردي طروبيها لا لا هاو شبيبك عندهم لا قالوا لي انت ردي ربيوها لك وانت ردي والله شبيبك كامل عندهم كيف سقسي اسمع ومن بعد سقسي سمينة ومن بعد سقسي سمينة اسمع اسمع انا واش قالوا لي واش قالوا لي هي انت ردي شغل تمتنا فاهم باش من بعد خلي لي وحده نحيا انا قالوا لي انت ردي تروبيها قلت لك وخلاص اي والله هذه الكبيره هكذا اسمع اسمع روح السيد اللي راه في الصالون راه مع ويليام ضرب هو هذاك الشريف اللي بغى يدير لكم بياج الفيلم هذا اللي دار دروك واحد كان باغي يجي يتاجر معاكم يطيحكم في بياج راك فاهم ها دار غلطه الغلطه اللي دارها جا عيط لي ما فهمنيش في الطريق يقول لي نحي الباج ودير الماسك وما فهمنيش
كي شغل جابني كشيري في ديريكت، انا كنت قارع له كش ميدير لي امبيسكاد فاهم، كنت نوجد روحي بان انتيري تصدكم انتوما. ايوم بعد ما عندنا حتى حاجه نخدم نقفوا منها. ايوم بعد ولا عندي قاعد يقول لي نحي الباج ودرق روحك لا شيء الحيه هذا ماله. قلت حتى شيء صاي شافوني ليسونسيال ها راوينا هنا الداخل روح شفي عليه راه منحي البنده تاعو هذيك اللي كنديرها في فم. شوف ايه قلت لك هنا ما عندناش بصح قلت لك هنا ما عندناش وي لا انا ما عرفتش من هذه دقيقه امرك نهضر مع السيد دقيقه روح نقول لك عفسه قبل ما تهضر مع السيد يرجع اسمح لي حبيبي يا. اسمح لنا اصبر خويا اخوي السيد راه داخل في الصالون تاعك هذاك سيده وي هذاك هو اللي بغى يطيحكم في بيش هاي دوك تشوفه مع صحيح ايه ليسونسيال عمي لبك ما تفيقوها لوش عمي كمل اللي برك في الام دار ميديك اش واحدة برك في قدام هاودي قالوا لي انتير دي مالك روح سقسي عليها وشية لامبول هذيك تاع شي لامبول نورمال قالوا لي انتير دي يربيوها لك ولا يدوها لك ولا لامبول نورمال شنو قال راه عندوش بك باش نقول لك جبدها لك شريك جبد لك الشيب تاعك هما جيب لنا وحده شوف لوكي راه عنده اسمع انا نقدر نعطيكم كاع وحده بصح البروبليم الا جا واحد الاوامر من الفوق يطير راسي ثم اللي تباصر مارشال واحد ما يطير راسه لا هذه خارج مجال التغطيه راك فاهم لا ما تخافش اخي صوتك ناقص ولا راك تعيط ناقص او نورمال ما تخافش عليها هذه نورمال لامبولات ما تخاف المهم تفرق علينا وحده اللي عندك ايوا المهم دوك نشوف نفهم السيد هذا اروح هذه صغيرة ما تطويش بزاف 6 ايام اسمع ما تفيقوهالوش واخاطش انا فهمت ويليام فهمت اين خلاص انا ما باش بلي فاهم ما درت قلت له اذا رد بالك شريف قال لي على بالك خلاص خليته انا اي مين بصح ما تحلبوش بلي راني معاكم اين اي خاطش انا لعبت له الفيلم جور راني ضدكم واش خلي كمل يا تقول هي عم اي روح ريقل صالحك مع غادي روح بعد ما سمعت الحكاية اللي دارت ما بين خويا وولادو اللي كانوا يهضروا على الديرتي موني ودوك الصوالح هذوك بدا يدخلني الشك والوسواس ثم قررت نحل اونكات عليهم وين بديت نجسس عليهم من بعيد ما تعرفوا واش صرا نقولكم الى الحلقة القادمة ان شاء الله.